إسرائيل واللعب بالتاريخ، أساطير تتكسر ومشاريع تهدم، استراتيجيات تفشل ورعب يزداد من انكشاف المزيد. هنا تل أبيب حيث تدار منها الحرب على غزة اليوم، وتدار منها كل قرارات الدولة العبرية الحاضرة والقادمة والبعيدة جدا. لكن لتل أبيب ودولتها أساطير تكسرت، وفضائح عرفها التاريخ وبقيت وصمة عار في جبينها، خطوط دفاع وأحقية بأرض، وحديث لا يتوقف عن شعب مظلوم. هنا إسرائيل حيث تصنع الحقيقة كما يريد صناع القرار فيها، وهذا تقرير جديد من ستيب نيوز سيكشف لك أساطير إسرائيل المهدومة. صواريخ فوق الأرض، هذه غزة التي ليست من قلب الحدث إلى عقل المشاهد. ستيب نيوز، 10 سنوات وتغطيتنا مستمرة. إن ما ندعوه التاريخ هو شيء مكتوب من قبل المنتصرين في الحرب، سادة الإمبراطوريات والجنرالات المدمرين للأرض، لصوص الثروة العالمية، مستعملين لذلك عباقرة من المخترعين الكبار في العلوم والتقنيات من أجل بسط هيمنتهم الاقتصادية والعسكرية على العالم. بهذه الكلمات وصف الفيلسوف الفرنسي روجي غاروديه كيف يكتب التاريخ، وذلك في كتاب له حمل عنوان الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. الكتاب ينكر الهولوكوست ويروي أنها مجرد أسطورة يتبناها الشق الصهيوني في إسرائيل، وذلك بهدف تبرير احتلالهم لفلسطين، مدعوما باللوبي اليهودي في فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى. روجي، والذي يمكن القول أنه أول من تحدث عن أساطير إسرائيل الوهمية، فتح الباب للتدقيق أكثر فيما تروج له تل أبيب وما هي نتائجه على أرض الواقع. فتعال لنغوص برحلة سريعة في تاريخ الدولة العبرية لنروي لك بعض الأساطير المنهارة. خط وجيش من ورق. منذ قيامها عام 1948 ركزت تل أبيب على الترويج لجيشها تحت عنوان أسطوري قال أنه الجيش الذي لا يقهر. تقدم إسرائيل وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وحتى فشل الدول العربية باستعادة تلك الأراضي، جعلها تسوق أكثر لتلك الأسطورة وتعزز من روايتها، خصوصا بعد حرب العام 1967 التي حققت إسرائيل فيها تقدما كبيرا على حساب الدول العربية، فقد سيطرت على فلسطين بالكامل، ومعها هضبة الجولان السورية بالكامل، بالإضافة لنهر الأردن وسيناء المصرية وصولا لقناة السويس. 6 أعوام بقيت إسرائيل عند تلك الحدود، عززت خلالها صورة جيشها وقوته العسكرية الجبارة كما وصفت. والمشهد الأبرز كان يتم على الضفة الشرقية لقناة السويس المصرية، فعندها دشنت إسرائيل خطا دفاعيا منيعا، قالت أنه سيمنع أي هجوم باتجاه المنطقة، وأطلقت عليه اسم خط بارليف. إسرائيل والغرب بالكامل وصف ذلك الخط حينها بأنه الخط الدفاعي الأقوى في التاريخ، وأن كل من يفكر بالوصول له سيواجهه المصير الأسوأ. لكن أسطورة إسرائيل المرعبة لم تستمر بأمان، ففي 6 أكتوبر عام 1973 انهار خط إسرائيل المنيع على أيدي القوات المصرية، والتي وجهت له خراطيم المياه شديدة الدفع، لينهار الخط الدفاعي الأقوى كما روجت إسرائيل في أقل من 6 ساعات فقط، على الرغم من كونه استغرق 6 سنوات حتى اكتمل. خسرت إسرائيل معركة الدفاع وعادت للمفاوضات، وقالت أنها جولة من بين جولات، لكن الحقيقة أن أسطورة كبرى تكسرت في أكتوبر ذاك. القبة المثقوبة. التاريخ يعود بنا للعام 2006، وذلك عندما خاضت إسرائيل الحرب في لبنان ضد حزب الله. تعرضت حينها لأكثر من 4000 صاروخ كاتيوشا قصيرة ومتوسطة المدى، استهدفت العديد من المناطق الإسرائيلية،
وأوقعت 44 قتيلا وأجبرت مليون إسرائيلي على الاتجاه للملاجئ. في الحقيقة كانت إسرائيل حينها تستخدم منظومة الدفاع الأمريكية باتريوت، والتي اعترضت بعض الصواريخ كما تفعل بأي مكان، لكن تل أبيب استغلت الفرصة لصنع اسطورة جديدة، وهذه المرة أطلقت عليها القبة الحديدية. وسعت إسرائيل من منظومتها الدفاعية في البلاد، والتي تعتمد على المنظومة الأمريكية باتريوت، مليارات الدولارات ضخت على ذلك المشروع، حتى دخلت القبة الحديدية الخدمة عام 2011، وتحولت تلك المنظومة إلى جزء مهم من ميزانية الدولة، فكل صاروخ تطلقه القبة تبلغ قيمته 50,000 دولار، والذي سيستهدف صاروخا أطلق من غزة ولا تتعدى تكلفته 1,000 دولار أمريكي. مع ذلك أصرت إسرائيل على أن منظومتها هي الأقوى، وبدأت بالترويج لها حول العالم، حتى أنها اتفقت مع بعض الدول على تنفيذ ذات المشروع مستقبلا، مؤكدة أن مواطنيها يعيشون بأمان بعيدا عن الصواريخ بفضل القبة تلك. العام 2021 دمرت تلك الأسطورة، وذلك بعد معركة سيف القدس في مايو من ذات العام، حيث فشلت القبة في اعتراض مئات الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة، وتساقطت الصواريخ في تل أبيب البعيدة للغاية عن غزة، وتتالت الانكسارات للقبة الحديدية تباعا، حتى باتت في الأونة الأخيرة شبه متوقفة ودون جدوى، حيث تتعرض المدن الإسرائيلية يوميا لصواريخ الفصائل الفلسطينية، وباتت مشاهد الدمار والنيران متكررة في إسرائيل. دبابة لا تنكسر. المركافة فخر الصناعة الإسرائيلية، هكذا أسمتها الصحف العبرية وحتى الغربية، فهي الدبابة التي تدخل تصنيف الدبابات الأعلى تكلفة بالعالم، بتكلفة تقدر ب3.5 مليون دولار، مع مدفع من عيار 129 ملم، وأحدث التقنيات الخاصة بالمراقبة، بالإضافة لدرع الحماية من الاستهداف، كما تعتبر من دبابات الصف الأول في الدبابات الحديثة، إلا أن ميزاتها التي تتفوق على بقية الدبابات هي مستوى الحماية فيها، والذي يطور دوريا من خلال تزويدها بحساسات وأجهزة متطورة. كل ذلك منحها أسطورية كبيرة داخل وخارج إسرائيل. لكن ما حدث بعد 7 أكتوبر عام 2023 أسقط أسطورة جديدة لإسرائيل. فبعد تنفيذ الاجتياح البري لغزة من قبل تل أبيب، باتت ميركافا الأسطورية مادة للسخرية، وذلك عندما تمكنت قذائف الياسين المصنعة محليا من قبل الفصائل الفلسطينية من تدميرها، وحتى الألغام اليدوية التي وضعتها عليها ودمرتها. وبعد مرور شهر من المعارك كانت الحصيلة تدمير 10 دبابات من نوع ميركافا، وبذلك فشلت دعاية وأسطورة الدبابة الأقوى من جديد. بلد الديمقراطية. إذا ما نظرت في التصنيفات العالمية للدول الأكثر تقدما في الديمقراطية عالميا، ستجد إسرائيل في مراتب متقدمة وأحيانا متفوقة على الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، فهي دولة تقدم الديمقراطية الغربية تماما، وكل شيء يسير فيها تحت غطاء القانون، هكذا يقولون في تل أبيب. لكن هل الواقع كذلك؟ وماذا تكسب إسرائيل من هذا كله؟ البداية تنطلق من العام 1950، وذلك عندما شرعت إسرائيل قانون العودة، والذي يعطي اليهود الحق بالهجرة والاستقرار في إسرائيل، وذلك القانون يسقط الديمقراطية التي تحدثت عنها إسرائيل، فهو يمنح مجموعة عرقية تميزا عن باقي مكونات المجتمع. وفي ذات الوقت طبقت إسرائيل منذ مطلع العام 2000 نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فانهارت معه أسطورة الديمقراطية الإسرائيلية والدولة الحرة التي تشبه بقية الدول. لم تكتفي إسرائيل بتلك الأساطير، فقد تحدثت عن جدار حديدي لا يقهر، كنا قد وضحنا لكم قصته بوثائق مفصل، وأساطير أخرى عرفها العالم كله وانهارت أمام العالم أيضا. ومع ذلك تستمر إسرائيل في صنع المزيد من الأساطير والحكايات عنها وعن جيشها وعن أسلحتها وحتى شعبها، والنتيجة تظهر للجميع
تباعا مع الأيام.